لبنان هتتحول لأكبر ساحة حرب بين إيران وإسرائيل حسب نبوة مكتوبة في النبي دانيال من 2600 سنة. وأنا بضحك دلوقتي لأني كنت بفكر أعمل هذا الفيديو، فجيت أفتح الكتاب لقيت النبوة في وشي دلوقتي. فدي علامة من الله إن الكلام ده صادق، صدقني الكلام ده صادق. بص النبوة مكتوبة بتقول إيه بالنص، بتقول إيه؟ النبي دانيال ده نبي يهودي، الله أرسل ليه الملاك جبرائيل علشان يوري أحداث نهايات العالم، فوراه إن أرض لبنان هتتحول لأكبر ساحة حرب ما بين إسرائيل الأمريكية وما بين إيران الروسية الصينية، يعني الأرض هتتقسم نصين، نص ما بين أمريكا الإسرائيلية ونص ما بين إيران ومع جوج ومأجوج اللي هم روسيا والصين، هيجوا عند حدود لبنان ويفعلوا هذه الحرب. بتقول لك إيه النبوة؟ فرأيت في رؤياي وكنت في رؤياي وأنا في شوشن القصر الذي في ولاية علام، ورأيت في الرؤيا وأنا عند نهر أولاي، رفعت عيني ورأيت إذ بكبش واقف عند النهر وله قرنان والقرنان عليان والواحد أعلى من الآخر. هنا بيعرفك ما بين قوتين في الشرق الأوسط، شبه أول قوة بكبش له قرنان عليان والقرن أعلى من الآخر. القرنان العليان دول هو إيران، وقرن أعلى من الآخر ده قرن إيران ومع قرن لبنان، لأن هما الاتنين واحد. فبيقول لك إيه؟ هيجوا قصادهم هذا التحالف، هيجوا قصاده. وبص بيقول لك إيه؟ وكنت وإنما كنت متأملا إذ بتيس من الماعز جاء من المغرب على وجه كل الأرض ولم يمس الأرض. هنا بيشبه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، بتيس من الماعز جاء من المغرب، هم من الغرب طبعا، على وجه كل الارض ولم يمس الارض، يعني ما جاش بري، جاي من السماء بالطيارات، بيضرب بالطيارات. عشان كده قال لك النبوة الرهيبة اللي بيقول لك ايه من 2600 سنة، بيقول لك جاء على وجه كل الارض ولم يمس الارض، يعني جاء بالطيارات. وانت عارف ان امريكا واسرائيل دايما السلاح الاول في قواتك القوات الجوية. فبيقول لك ايه؟ والتيس قرن معتبر بين عينيه، وجاء إلى الكبش صاحب القرنين اللي هو إيران الذي رأيت واقف عند النهر وركض إليه بشدة قوته. هنا بيقول لك عند النهر، أنت تسمع في الأخبار دايما بيقول إسرائيل بتقول لك إن لازم حزب الله يرجع ورا النهر ورا النهر، هو هذا النهر بيقول لك إن التحالف الغربي وإسرائيل جت عند لبنان بكل قوتها وضربت لبنان وبعد كده هتضرب إيران. فبيقول لك جاء بقوته ورأيته قد وصل إلى جانب الكبش اللي هو إيران، فاستشاط عليه وضرب الكبش وكسر قرنيه، فلم تكن للكبش قوة على الوقوف أمامه وطرحه إلى الأرض، ولم يكن للكبش منقذ من يديه. يعني الولايات المتحدة الأمريكية الإسرائيلية هتضرب إيران ضربة هلاك ومحدش هيقدر ينقذها من إيد إسرائيل الأمريكية. إيه بقى اللي هيحصل بعديها؟ بص نهاية العالم اللي هتحصل بعديها، حرب هرمجدون الكونية بين الخير والشر. بص بيقولك إيه؟ بيقولك ويتسلط على كنوز الذهب والفضة وكل نفائس مصر. البلاد العربية فاكرة ان الحرب اللي بتحصل دي بعيد عنها، مش فاهمة ان الحرب اللي وهي مغمية عيونها الكاس هتدور عليها. فبيقول لك ان التحالف الغربي او حلف الناتو او اسرائيل الامريكية الغرب يعني هيجوا عند كل الدول العربية وهيحتلوها، ويتسلط على كنوز الذهب والفضة وكل نفائس مصر. ده مجرد سكوت ايران. واللوبيين والكوشيين عند خطواته، اللوبيين دول الليبيين يعني، والكوشيين اللي هم السودانيين. تعرف السودان وقعت وليبيا دلوقتي في التراب، ويعني الكلام ده ذكر اماكن حرب يوم القيامة من قبل ما تكون. ويقول لك ايه؟ وتفزع اخبار من الشرق ومن الشمال، جوج ومأجوج. الشرق دي الصين، جوج الشمال دي روسيا، مأجوج الشرق والشمال. فيخرج بغضب عظيم ليخرب وليحرم كثيرين، يعني حلف شمال أطراسي هيخرج بغضب عظيم ليخرب وليحرم كثيرين، وينصب فسطاطه بين البحور وجبل بهاء القدس ويبلغ نهاية ولا معين له. في ذلك الوقت يكون ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك. ميخائيل ده زي وزير دفاع السماء، هينزل من أجل حرب يوم القيامة، ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت. في ذلك الوقت ينجي شعبك كل من يوجد مكتوب في السفر. يوم القيامة بقى هنا، وكثيرون من الراكدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار الإصدراء الأبدي. في الوقت ده المنطقة اللي احنا ساكنين فيها هتتقسم نصين، والنصين دول هيضربوا بعض بحرب هرمجدون. في الوقت ده الله بنفسه هينزل على السحاب معاه جمهور ملائكته وكل العيون هتشوفه. هو ظهر 3 مرات في التاريخ، الله ظهر أيام موسى، ظهر أيام المسيح عيسى ابن مريم، والتالتة هيظهر فيها كرجل الحرب المحارب أمام كل العيون. هينزل عند الشرق الأوسط عند جبل الزيتون
والجبل هيتشق نصين وهيكون لا نهار ولا ظلام، هيكون يوم واحد كألف سنة اسمه يوم القيامة الشهير. فالوقت قريب، ادخلوا فلك نوح التاني قبل مجيء نهاية العالم. فلك نوح التاني ابحثوا عنه في الثلاث كتب، في الإنجيل والقرآن والتوراة. هو كوكب الصبح المنير، ابن الإنسان، الشفيع اللي هيشفع فيك في يوم القيامة. ابحث عنه وخش فيه، يعني أؤمن بيه وصدق خبره فتنول الحياة الأبدية. فالوقت قريب، استعدوا للقاء إلهكم.